بالأفق نجوم تهدينا، بالعزم بنينا حلما بيدينا، بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا، بالعزم بنينا حلما بيدينا، بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا، هيا نبادر لغد أجمل ونمد يدا للمستقبل، هيا نبادر لغد أجمل. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم فرسان سلمان، اللي أخذ على عاتقه أن يساعد المعاقين من ذوي الدخل المحدود. بس مو أي معاق، يساعد المعاق اللي عنده طموح وإرادة وعنده حلم وحابب يحققه، زي ما شفتوا في الحلقات السابقة. إلا أنه في هذه الحلقة الوضع اختلف تماما مع الأخوان عامر وسلمان. كيف اختلف؟ خلوني أوريكم كيف اختلف. أستاذ عامر، إحنا برنامج فرسان سلمان، برنامج جاي نغير حياتك. نعم. وتكون فارس إن شاء الله من فرسان سلمان، وأنت السنة الجاية تغير حياة واحد مثلك بإذن الله. وأيضا سلمان راح يكون معنا من أبطال البرنامج، هو المرافق لك. نعم. وإن شاء الله راح نغير حياتك. عامر، قل لي الحادث متى صار يا عامر؟ صار تقريبا قبل 9 سنوات أو 8 سنوات، 9 سنوات تقريبا. وين جت الضربة يا عامر؟ والله جت الضربة في الرقبة، يعني الفقرة الرابعة والخامسة من الفقرات العنقية. نعم. عامر، تقدر تحرك يديك اثنتين؟ أقدر أحرك اليمنى واليسرى، يعني حركة خفيفة يعني مو كذا. سلمان هو اللي يساعدك؟ نعم سلمان. ما شاء الله. طيب سلمان إيش حالته؟ والله سلمان عنده السمع ضعيف، يعني عنده يفهم لو كلمته؟ إيه يفهم. سلمان كيف الحال؟ الحمد لله كويس. تسمعني زين سلمان؟ مو سامع تمام، يعني ضعيف شوي. ضعيف. لو ركبنا لك سماعة يا سلمان تسمع؟ لو ركبنا لك سماعة. يقول لو ركبنا لك سماعة تسمع؟ هو يقول لو ركبنا لك سماعة تسمع؟ إن شاء الله الحمد لله، قاتل على كل شيء الحمد لله. سلمان تشتغل أنت؟ تشتغل موظف؟ تشتغل يقول تشتغل؟ لا ما يشتغل. ما يشتغل ها؟ طيب سلمان لها أصدقاء؟ إيه نعم لها أصدقاء. أيضا هم صم؟ لا ما هم صم. نعم. وأنت عامر لك أصدقاء؟ الحمد لله لي أصدقاء. وين تستقبلهم يا عامر؟ والله زي ما أنت شايف هذه الغرفة، يعني هي غرفة. هي غرفة والمجلس ها؟ نعم غرفة ومجلس وحتى مطبخ. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الله ما ينسى أحد يا عامر. نعم الحمد لله. ووجودنا هنا هذا إن شاء الله يكون دعوة لأحد دعالك إياها، وجايين إن شاء الله نغير حياتك إن شاء الله يا عامر. عن قريب أنت وسلمان تتغير حياتكم كلياً، سلمان بيكون أفضل وأنت بتتعالج. ما نوعدك أنك أنت تمشي المشي عند الله، لكن نعم. بيكون البيت أفضل والمكان بيئته لائقة. نعم. طيب يا عامر. نعم عامر. قل لي أخوانك عددهم كم يعني؟ 8. بالمدرسة الآن؟ إيه نعم في المدرسة. أطفال ها؟ نعم في أطفال. طيب عامر، ودي أسألك عامر، أشوفك جالس يعني في الغرفة، أنت قسم خاص فيك هذا؟ إيه نعم خاص فيني. سلمان كيف تساعد عامر؟
لا نقدر عليه مساعدته. الحمد لله ما شاء الله سلمان، يعني معلوماته كويسه. شويه احنا شويه ربكناكم اليوم، واشكرك مره ثانيه واهلا فيكم فارس أبن. انت وسلمان فرسان من فرسان سلمان ان شاء الله، وباذن الله بتكونوا ابطال وبتتغير حياتكم يا عامر ان شاء الله. احنا ما راح نتوقف عند عامر، عامر بيكون فارس، والسنه الجايه بتشوفون عامر شخص ثاني يغير حياه واحد غير باذن الله، وسلمان ايضا باذن الله ان شاء الله. أهلا. البيت اللي انت عايش فيه وصف لي كم غرفه هو؟ والله زي ما انت شايف غرفه واحده والحمام. ها اي نعم غرفه. كيف تستخدم الحمام؟ انا شايف انه بعيد عنك. والله عاد الحمد لله معي العربية حقت الكرسي الحمام هذا، بطلع فيه لين هناك يعني. عامر بتعبك معي؟ نبغى نروح نشوف الحمام اللي استخدمه كيف شكله. لا أبد، يلا شكرا لك، يلا الله يعافيك. لولا الأمل الساكن فينا لم نبلغ أي أمانينا، لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا. احنا تعبناك والجو شوي متعب. اول شيء مبارك شكرا فور هيلب عامر. هذا مبارك طبعا عامل اللي يساعد عامر، والحمد لله اليوم تعرفنا على عامر، وان شاء الله هو بيكون فارسنا في البرنامج، وايضا سلمان بيكون فارس من فرسان سلمان ان شاء الله. شفتوا البيئة اللي عايشين فيها عامر وسلمان، وشفتوا الصعوبات اللي واجهتها أنا شخصيا للوصول للقرية النائية اللي هم عايشين فيها. حتى الكرسي اللي معي كان من الصعب أنه يتحرك في الرمل، وكان وصولي صعب لغرفة عامر، ناهيك عن الحرارة والرطوبة الغير محتملة والغير مناسبة طبيا، خاصة للحالات اللي مثل حالتي. عندها عرضت عليهم أني أخذهم معي لمدينة الرياض، وكانت الأولوية عندي أنه عامر يباشر علاجه، وفي الوقت اللي كان نجهز لهم فيه السكن سكنناهم في فندق. عامر وهو ياخذ علاجه، وكان مستاء من اليوم الاول اللي بدا فيه العلاج، على الرغم من ان المركز اللي يتعالج فيه من افضل المراكز على مستوى الشرق الاوسط. لا، وكان يتعالج على ايدي اخصائيين اوروبيين وباجهزه متطوره، ولان المرافق الخاص بعامر هو عامل هندي لا يفقه اي شيء في التمريض، وحرصا منا وخوفا عليه بادرنا بتاهيل المرافق، وكانوا الشباب انتهوا من تجهيز البيت. أما سلمان فكان مختلف تماما، وكان مبسوط انه بدأ يسمع الكلمات بشكل واضح. سلمان أصيب بنقص في السمع تدرجي في الإذن اليسار وحاد في الإذن اليمين منذ 16 عام، ولكن سلمان حقيقة يعاني من عدم فهم الكلام، مما أثر بشكل سلبي على تواصله مع الناس وإيجاد وظائف وتكميل يعني تكمل التعليمه. أما تخطيط السمع فهو يوضح أنه في إذنه اليسار تقريبا حوالي 50% من السمع فهو قد فقد، وممكن استخدام المعينات السمعية لتحسين هذا السمع. طيب دكتور، لو ركبنا له السماعة الآن يختلف السمع عنده؟ إن شاء الله نحاول بتركيب السماعة
يقدر يسمع الصوت ويفهمه. دي الخطوة الأولى في المريض ضعف سمع الحس العصبي الشديد. ممتاز ممتاز. إذا ما كانتش فيه استجابة أو استفادة من السماعة يبقى الحل التاني اللي هو زراعة قوقعة. طيب نقول إن شاء الله أن إن شاء الله إنه يستفيد. فبنستخدم له سماعة. أي نعم، خلينا نركبها الآن. مزعج الصوت شوية. ما عشان لسه ما برمجتش. لسه بنبرمج السماعة. أين الله، نقول إن شاء الله. إن شاء الله. إن الله يوفقه ويسمع إن شاء الله. يستفيد. ويطلع برا العزلة اللي هو فيها. بندخل أول حاجة التخطيط بتاع السمع، وبعدين بنظبط قوة الصوت على تخطيط السماعة، ونشوف ردة فعل المريض. سلمان كيف حالك؟ طيب. سامع صوت؟ سامعني كمشاة. لكن سامع. تغطى عينك ما فهمت. لكن الحين سامع صوت ولا مسامع؟ سامع صوت ولا ما في صوت؟ أسمع الصوت. الصوت عالي ولا واطي؟ مرفوع شوي. مرفوع. الصوت أحسن؟ واضح. صار موزون شوي. موزون. أوضح. الصوت واضح. الصوت واضح. واضح. بس أنا ما. سمعني كويس. سمعني كويس. تفضل شو اسمك؟ سلمان. تسمعني كويس؟ الصوت أحسن الآن؟ واضح. طيب قول لي، أنت كنت تسمع من أول؟ أول كنت تسمع؟ أول كنت أسمع. طيب متى راح استمع؟ ما ندرس في رغم ابتدائي. طيب إيش السبب؟ سويت عمل الوزن وراح السمع. طيب سلمان، يوم راح الصوت كيف صارت حياتك؟ حياتي لما يرجع السمع ارتاح افضل. تنبسط. واول كيف؟ هوا لما نسمع ناس ما نسمعها هذا اطلع من الجلسه هذا واجلس لوحدي. تجلس لوحدك تضايق لانك ما تسمعهم. ما اسمع. الان انت تسمعني زين الحمد لله. الحمد لله انك الان تسمع زين. وهذه يعني ما شاء الله، انا ما ادري وش اقول صراحه. الحمد لله اولا، ثم نشكر حضرتك ثانيا ان انت بتساعد الناس. ان هو طبعا ضعف السمع بيأثر، اول ما بأثر نفسيا على المريض، بيعمل له عزله تامه. انا يا دكتور حاسس اني انا اللي سمعت. الحمد لله صراحه، هو مو هو، انا اللي سمعت اليوم. الحمد لله يا سلمان. الحمد لله. نسأل الله ان يوفقنا وياك وتعيش زيك زي الباقين ان شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله يكون في استفاده مع المتابعة، وبإذن الله نشوف لو محتاج إعادة برمجة نعيد لك البرمجة دي. يا سلمان، عامر ما يدري إنك هنا. عامر ما يدري. بكرة اليوم أنت بتنام لوحدك، بكرة بروح أنا وأنت العامر وهو ما يدري إنك بتسمع، وتروح وتوريه إنك الحمد لله صرت تسمع. إن شاء الله. تمام؟ إن شاء الله. خلي يفرح لك إن شاء الله. يلا يوفقك يا سلمان. الجميع بإذن الله لبكرة نروح العامر ونفرحك ونفرحه. أنا كنت حاب أسوي مفاجأة العامر وسلمان، لأنهم بصراحة هم اللي فاجئوني، وكنا متفقين في اليوم الثاني إنه نأخذ سلمان ونروح نفاجئ عامر ونأخذهم لسكنهم الجديد. بس تفاجأنا إنهم رجعوا إلى القرية النائية اللي جبناهم منها، وهنا صدقت الآية إن الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما في أنفسهم. لولا الأمل الساكن فينا لم نبلغ أي أمانينا، لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا، لولا الإصرار لما بالأفق نجوم تهدينا، بالعزم بنينا حلما بيدينا، بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا، بالعزم بنينا حلما بيدينا، بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا.
احنا الحمد لله قدمنا كل شيء في سبيل اسعاد عامر وسلمان، الا ان المعاق متى ما كان عنده انهزاميه او تاثير سلبي من عائلته للاسف ما راح تتغير حياته، وما راح نقدر احنا في برنامج فرسان سلمان انه نغير حياته. اخواني اخواتي، قد تكون هذه الحلقه محبطه، الا ان سنواصل رسالتنا وراح نغير حياه معاقين ونصنع منهم فرسان، وبنتشارك معكم في تغيير حياتهم. لا تنسوا دائما دائما بادروا. لولا الامل الساكن فينا لم نبلغ اي امانينا، لولا الاصرار لما لاحت بالافق نجوم تهدينا، لولا الاصرار لما لاحت.